ورجعنا لحضراتكم مرة تانية ومنورني في الاستوديو أوسة الحلو. وأوسة الحلو هي ابنة أسطورة تدريب الأسود طبعا محمد الحلو، وحفيدة طبعا أيضا الأستاذة الكبيرة محاسن الحلو، والأستاذ والشهيد البطل محمد الحلو أيضا. يعني طبعا أنا مش هتكلم كتير، أنت جاية من عائلة كلها طبعا تاريخية في مثل هذه الأمور وفي ترويض الأسود. منورني كوين أيضا يا جماعة، كوين وهي يعني أسد أبيض. أبيض أبيض أيوه. عندها قد إيه؟ 8 شهور. 8 شهور ده يعني معقول. معقول. أسد بقى كانت عاملة شغل جامد جدا في الاستوديو أول ما دخلت الحقيقة، والناس كلها كانت بتحاول إن هي تتصور معاها. أنا لغاية دلوقتي بيقولوا عليها طيبة، ما شفتش منها حاجة وحشة. لا هي طيبة ومتعودة على الكاميرا. صح يا نونا؟ نطلع فوق شوية كده. هي اصل برضه ارهقوها جدا لعيبه. طبعا ارهقوها جدا، كله عمال يعني يصور معاها ويقعد معاها ويبص عليها وهي في الاخر تحس ان هي هتقوم لطشهم كلهم انت عارفه ايه وطالعه تجري. ليه المهنه دي؟ طبعا احنا شفنا مهن كتيره قوي ستات طبعا بيعملوها غريبه، بس يعني ليه صممتي انك تمشي في نفس المجال في نفس السكه؟ بصي هقول لك حاجه يا حنونه، اولا ازيك عامله ايه؟ أنا مبسوطة جدا أنا معاكي. أنا كمان. إحنا 7 بنات. أوكي؟ مفيش غير أنا ولوبا بس المدربين أسود. طبعا لوبا قبلية بفترة كبيرة. لوبا طبعا ملك التدريب الأسود زي ما بيقولوا. بابا اللي علمني هو وهي. وهقول لحضرتك حاجة، يعني إحنا 2 بس من 7. مش كتير. اللي احترفنا المهنة. إشمعنى أنتِ اللي حبيتيها وأنتِ ولوبا أكتر من بقية إخواتكم؟ يعني او هذه حاجه مثلا في الشخصيه بتفرق؟ بالظبط، هي جينات وغير كده وكده. يعني مثلا مش مثلا بابا زمان خروجاتنا السيرك، الحيوانات معانا في البيت، فاحنا الاثنين كنا يعني الاثنين الوحيدين مثلا اللي مقربين قوي من الاسود. عايزين نعرف، بنحضر بروفات مع بابا مثلا، لو عايزين مثلا بابا ذاكري اخليكي تبقي مدربه اسود كويسه. فاهماني؟ يعني دائما الاسود يعني لو بنغلط مثلا مش هتروحي السيرك النهارده. بدل العقاب. بابا عارف كده ان احنا بنحب الحيوانات. يا حلاوه. ماشي اوكي. طب انا والله انا قلت لها عايزاها تقعد على حجري، بس هي دي هتقعد على حجرك. حاضر. بجد انت عايزه حجرك ولا مش عايزاه؟ لا عايزاه. عايزاه مش عايزاه ليه؟ يعني هي ما ينفعش تقعد وتمشي من غير ما تاخده؟ لا هتاخده ولا هي هتقعد؟ لا بس هي لذيذه. لا هي والله يا شوفوا ازاي هي لذيذه فعلا جدا. طب يعني اذا انت، انا السؤال اللي عايزه يعني انت اللي اخترتي المهنه ولا المهنه اللي اخترتي؟ اوكي انا حفيده محاسن الحلو ولا هي مامت مامتي. وحفيده شاهد البطل محمد الحلو. يعني والد والدي. تمام اوكي هطلع ايه؟ لا ما هو برضو ارجع واقول لك، انت النهارده مثلا في حد عصبي. أوكي. في حد عنده قدرات قياديه، في حد يعني هم كانوا معانا في البيت. اعتقد ان في صفات معينه لازم تكون موجوده في الشخصيه. اكيد طبعا. علشان تقدري انك تسيطري على اسد. اكيد ده اسد يعني برضو طلع نزل 8 شهور 10 شهور شهرين. لازم تكوني شخصيتك قويه، لازم تكوني عندك سرعه بديهه. لازم تفهمي سيكولوجيه الحيوان اللي انت بتتعاملي معاه. لان اسد عن اسد يفرق، نمر عن نمر يفرق. يعني انا 4 اسود ونمرين، دي نمرتي انا. اوكي الاسد ده ما بياكلش زي الاسد ده، الاسد ده ما بيعملش الشو زي الاسد ده. ليهم شخصيات؟ طبعا طبعا. ليهم شخصيات، وكل واحد ليه علامه لما بيجي بيبقى موده مش تمام. بابا طبعا انا عارفاها. ده بقى بالخبره يعني بالخبره بقى والتعود، ولازم تقعدي تشوفيه بيعمل ايه وهو بياكل بيعمل ايه. وهو قاعد بتقعدي تراقبيهم بقى؟ طبعا طبعا. ولازم يبقى في احتكاك. عشان اعرف اتعامل بعد كده. وممكن يتعصبوا عليكي؟ هما بيتعصبوا ساعات كتير. اوعي تتعصبي يا كوين. اوعي النبي انت امير. هي عايزه تنام، هي تعبت. تعبتوها بقى. تعبناها. تعبناها احنا النهارده. طب لا. هل المهنه دي اصعب للبنات من الرجاله؟ طبعا طبعا. بس في نفس الوقت مهنه تحس ان فيها اثاره، فيها حب. يعني انا بستفيد بصراحه بعيال اليومين دول اللي احنا عندنا منهم. ما يتهيأليش ان في فرق كبير. لا مش قوي يعني العيال بتوع اليومين دول يمشوا عادي اسود ما يقولوش لا. يعني عادي. لا عادي. بتربيهم برضو بتعلميهم وتروديهم. يعني هي نفس بس الاسد احسن من البني ادم بجد. انت بتقولي كده رغم الحوادث اللي حصلت عندكم في العيله. وطبعا الحاسه الشهيره بتاعت جدك. اصل ده حيوان مفترس. انت عارفه ان هو مفترس، هتعرفي تتعاملي معاه؟ اوكي مش هتعرفي خلاص.
طب بعد الحاسه الشهيره بتاعت جدك طبعا الشهيد محمد الحلو، لما حصلت القصه دي والاسد، وبابا كذا مره اتعور، وخالي مدحت كوطه برضو اتعور من سنتين ثلاثه، وجدتي محاسن الحلو الله يرحمها برضو اتعورت. طب بتبقى الغلطه فين؟ بص اقول لحضرتك حكايه، مش مساله الغلطه فين، هي بتبقى لحظه افتراس مع مثلا يقول لك ساعه القدر بيعمل بصر، الطبع يغلب التطبع برضو عند الحيوان المفترس. طبعا هي بتبقى غريزه، مش مساله ان هو جعان ولازم تاكليه قبل ما تخش الشو عشان ما يهجمش عليك، هي غريزه، كل ما كلش الغريزه دي بتطلع. بس مش المفروض يكون في علاقه وديه ما بينك وما بين الاسد؟ في طبعا في وفي حب وفي تفاهم وفي بالعين. طبعا اللغه ما بينكم بتبقى ماشيه ازاي؟ بيفهم بعيني وصوتي، بتفهم بيفهموا نبره الصوت طبعا. ويفهموا طبعا وحافظين اساميهم؟ طبعا حافظين اساميهم، وعارفين ان لما بقول لهم يلا تعالى هنا وروح هنا طبعا عارفين. لا اصل هم بيفهموا، بس يعني ربنا خلق لهم درجه معينه من الفهم. طبعا بس هم ما بيميزوش. فاهماني؟ بس انت من امتى وانت بتعملي الشغلانه كشغلانه وعندك الفقره بتاعتك كل اربع الاسابيع؟ الفقره بتاعتي سبع سنين، لكن انا قبليها ب10 سنين كنت بتدرب مع لوبا وبابا. 10 سنين. 10 سنين عشان تقدري تطلعي بقى تقفي وتمسكي لوحدي؟ طبعا. اصل هي الموضوع مش بجد، معلش يعني انت واقفه كده في السيرك بسم الله ما شاء الله الاربع اسود والنمرين مش كده حواليكي كده، بيبقى ايه الوضع يعني؟ طب انا عايزه اقول لحضرتك إيه؟ انا اول ما يعني عرضت معلوبه في الكويت، تمام؟ يعني انا شايفه اهو انت لوحدك معاهم. ده نمر. ده نمر. ده انت وهم. انا وهم. عايز تيجي معانا؟ انا عارفه انا مش ضامنه حجري، اجي معاكم فين انت؟ انا كنت اول مره اعرض معلوبه طبعا في الشو بتاع لوبا وحيوانات لوبا. كنت خايفه من الجمهور اكتر من الحيوانات، انا ما بخافش من الحيوانات بس كنت خايفه من الجمهور جدا يعني. وبيسمعوا كمان. شفتيني وانا لابسه دريس بقى وعامله فيها عامله لا ما هو برضه شو مالهاش دعوه، شو بقى مع الاسود، شو هنا مش شو مالوش دعوه ده. لا طب بياخد وقت قد ايه علشان تدريب تدربي الاسد تكسري فيه الحته بتاعت لا انا مش بكسر، بس انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، زي ما قلت لحضرتك لازم تدرسي سيكولوجيه وشخصيه الاسد اللي قدامك. في اسود تقعدي 6 شهور سنه جنبهم تفضلي تعلميهم غباية، وفي ذكاية زي البني ادمين بالظبط، خلي بالك. ممكن في اسد يستوعب وارتست، وفي اسد مهما تعملي معاه. بتعاقبيهم ازاي؟ بعلي صوتي تمام، ما بلعبش معاهم. ودول بيتلعب معاهم ازاي اساسا؟ يعني انا هخش العب مع الاسد ازاي؟ طب لا بجد حقيقة ما هزرش معاهم. انت شفتيني عمال اهزر معاه؟ ايه نونا ايه مش عارف. اول ما بيخش اسد او نمر كده افضل العب معاهم كده قدام الناس. طبعا الناس مش سامعه صوتي لان في طبعا ميوزك. اوكي بس هم عارفين. النمر مختلف في ايه عن الاسد؟ النمر اشرس واسرع. اسرع من الاسد. الاسد يفكر 1000 مره قبل لما يهجم عليك. النمر لا، مرة واحدة رد فعل. طبعا ما عندوش تفاهم. انت مالك زعلت كده؟ وهم بقى داخلين الشو وهيشوفوا الناس قدامهم يلا ما بيتوتروش؟ لا ما انا هقول لحضرتك حاجة بقى، مع التدريبات طبعا لما بدربهم وخلاص وبيبقوا خلاص جاهزين. انت مالك فيه؟ قفشتي لا ما قفشتش، انا عايزة بس ايه يعني اعمل بوند، ببص لها في عينيها. طب قولي بسم الله ما شاء الله عشان تتحسي. الله اكبر طبعا. أيوة. والله بسم الله ما شاء الله، دي زي القمر والله. المهم انا بعمل بروفا على الشو. تمام، بعمل بروفا على الميوزك، بعمل بروفا على اللبس. في الوان بتخطفهم. راحة فين يا نون؟ انت اللي حافظين. اللي حافظين. انا هموت من المنظر ده، مش مصدقه نفسي. احنا مش قاعدين مش بنعمل انترفيو يعني روبي. انا عندي كلب. لا كلب يا حبيبتي، دول احلى يعني من الكلاب دول. ده يعني دول قلبي دول، صح يا بيبي؟ كوين. طب انت عايزه تروحي فين يا بيبي؟ ما تيجي يلا. ايه لا دي بتزوم. بتزوم. الله 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 يا نونا. يا نونا كمان. خلي بالك بيفهموا الدلع. يعني لو انا طب لو انا قلت لها يا نونا هتفهمي؟ هتفهمك قوي. وهطلع من غير حجري برضه. بصي هي قعدت لها برضه الاسد اسد يا جماعه. بصي قاعده ماليه مركزها ازاي؟ يعني قاعده كده الكرسي بس يعني بسم الله ما شاء الله هي كبيره، فالكرسي صغير قوي عليها. ما انا بقول لك انا بنيت. انت قومي بقى وقعدي مكانك. والله بصي بتتفرج على النور. بسم الله ما شاء الله. بتتفرج. عايز تكتشف هي فين؟ هي بتشوف اللوكيشن ايه يعني.
لا دي بصي لي جامد على فكره. ماشي بصي لا بس ماشي اوكي طيب. هما بقى لما بيدخلوا ويشوفوا الناس هما ما بيتخضوش؟ لا مالهمش دعوه بالناس، مالهمش، هما بيبقوا تركيزهم كله معاكي انت معايا انا بس. ايه اشهر العروض اللي انت قدمتيها على مدار حياتك بقى؟ لا انا لفيت المحافظات، محافظات مصر كلها لفيتها، وطلعت طبعا مع لوبا الخليج، بس لوبا هي اللي كانت بتعرض يعني. طب انت ما بتقلقيش من الاسد مثلا تجيله حاله افتراس؟ إيه؟ هي عماله تزوم ليه؟ لا لا مش افتر، هي اوريدي بتجيله حاله الافتراس. طب تيجي على حجري يا ماما بيبي. ماشي خلاص خد على حجري. اوكي ولا تعالي تعالي اقول لك كلمه. طب تعالي تعالي بس بس ممكن نقف شويه؟ ممكن نقف شويه بيبي؟ خلاص هي احنا اصل احنا صراحه فعلا قربنا، كل الناس صورت معاها وعملوا حاجات كتير. كتير قوي. ما حصلش معاكي قبل كده موقف مثلا يعني لا قدر الله حد منهم هجم عليكي، هزر معاكي هزار مش ولا بد؟ كاميليا النمره بس ضافر كده صغنون. والضفر ده عمل ايه؟ عمل شغل يعني خياطه او حاجه؟ لا 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 الحمد لله بس عمل علامه طبعا. خرق. فعلا. ده الهزاره يعني الغلطه الكوره. لا مش عايزاها خلاص. طب في ناس في مدربين الاسود ممكن بيشيلوا ضوافرهم، بيشيلوا انيابهم، بيشيلوا الحاجات دي ولا ما بتعملولهمش كده؟ لا احنا ما لناش دعوه بالموضوع ده. في ناس دخلاء كتير جدا على المهنه يعني هم بيعملوا كده، انا ما اعرفش يعني، بس مش احنا طبعا. طب واصعب يعني او اشرس انواع الاسود في، هل الاسود فيها انواع وفي مثلا انواع شرسه جدا عن انواع ثانيه؟ هو الاسد الافريقي هو اشرس فصيله، زي بتبقى فصائل. لما بتشوفي مثلا في روسيا ولا في اوروبا تلاقي النمر كبير قوي وقاعد جنبه عمال يبوسه ويحضنه، مش ما بتستغربيش؟ انا مستغربه اللي عندها 8 شهور وقاعده بتتباس دي يعني. لا عادي. لا ما هو ده التدريب بقى. ده تدريب لوبا واشرف اخويا. بيبقوا عارفيننا طبعا وشامين ريحتنا وعارفيننا. طيب واصعب الحاجات اللي واجهتك ايه؟ اصعب الحاجات اللي واجهتني لا الحمد لله انا ما فيش اي حاجه صعبه واجهتني الحمد لله لحد دلوقتي. يا سيدي على الستات شايفين. مش كده. لا يعني وقمر كمان ما شاء الله وقاعده وكده انت احلى يعني انا احب قوي الستات الجدع اللي من النوع ده الحقيقه يعني. انت عايزه تنامي يا نونا؟ خلاص بقى عايزه تنام. خلاص هي عايزه تنام؟ ينفع كده اللي انتوا عملتوه فيها ده؟ لا ما ينفعش احنا معلش معلش احنا ارهقنا. طب انت بالنسبه لك اكتر حاجه حلوه في الشغلانه دي ايه؟ ان انا ببقى معاهم اكتر حاجه يعني. عندك منهم في البيت؟ اكيد طبعا. النبي عايشين معاكي كده بجد والله يعني زي ما انا كده عندي الكلب في البيت هو ده ماشي معاكي كده؟ عادي ده عايش مع اشرف اخويا. كوين عايشه مع اشرف اخويا في البيت عادي. بس عشان انا بعيد شويه فمبقتش اخدهم كتير يعني. وبتنام وتقوم وكده عادي جدا ومعاكي وبتتفرج على التلفزيون عادي جدا. طب ولو حد عايز يتعلم الشغلانه دي ما ينفعش؟ ليه كده بتقفليها في وشنا ليه بس؟ ليه يا وشه كده؟ ما ينفعش. ليه؟ انت باباكي محمد الحلو؟ لا خلاص. السر عند بابا ربنا يديله الصحه. ربنا يديله الصحه وطول العمر يعني. يعني مفيش مثلا مش ممكن يجوا. بص اقول لحضرتك حاجه، في ناس كتير جابت حيوانات وعملت ها وبعدين ما الغلطه جوه بفورة. انت عمرك في حياتك ما هتوصل للدرجه اللي بابا وصلها. وصلها بابا يجي 50 نمر واسد وفهد لا بابا لو قعدنا نتكلم عليه حلقتين. لا طبعا تاريخ مش... تاريخ كبير طبعا جدا تاريخ في هذا المجال كبير. طبعا بنحيي نوجه له تحيه خاصه جدا طبعا من خلال شاشه دريم من سيداتي يعني ساتي. بس يعني طب ليه دي يعتبر ثروه، ليه ما يعملناش مدرسه يعلم فيها ويطلع لنا ناس كتيره تتعلم الحاجات دي يعني؟ ولا هو سر المهنه بقى هيبقى عائلي؟ سر المهنه بابا يعني لما لوبا دخلت المجال وكده وبابا كان شايف ان هي بتحبه وكان بيدخلها من 3 سنين معاه. لما انا دخلت بقى بابا طبعا بيخاف علينا. انت متجوزه؟ لا. طب لو جالك عريس مش هيخافوا النبي وانت قاعده بتربودي؟ بيجوا والله بس بيقولوا سيبي المهنه فعشان كده انا برفض. لا ما اصل انا مش متخيله ان ممكن الراجل هيخاف. اكيد يعني انت بتمشي اسد فيعني بذمتك في راجل بيخاف؟ بيخاف. لا 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 بيخافوش صح. لا وبعدين ده لو زعلك صحيح هو هيقدر يفك عليه الاسد من هيلة. دي حاجه هايله. هو هيقدر اساسا. بتحلمي بايه؟ بحلم بايه؟ اني نلف العالم بقى ونرفع اسم مصر كده زي ما رفعناه في الخليج نرفعه بقى بره ان شاء الله. ويبتدي بقى يعني الميديا تاخد بالها شويه من السيرك، ان السيرك ده فن يعني ما فيش زيه احنا. يعني البلد الوحيده اللي فيها السيرك القومي.
يعني اتعرض علينا في الكويت وفي كذا دولة ان احنا نعمل سيرك واحنا مرضناش، يبقى سيرك وطني للبلد مرضناش. احنا نيجي مرة عندكم السيرك ناخد لفة كاملة بقى. يا ريت يا حبيبتي، خلاص تشرفي تشرفي. نصور هناك ونشوف الحاجات اللي موجودة في السيرك، بس ما يعني على وعد ان انا ارجع من السيرك بحجري. خلاص يا النهاردة عايزاها دلوقتي. نونا انتي نمتي؟ طب مش هتسلمي عليها؟ طب قومي بصي. أقوم أبوسها؟ أه بجد؟ بجد؟ على مسؤوليتك. هلا يا نونا. هبوسك هبوسك هبوسك. يلا. لا أنا ما ببصلهاش ما ببصلهاش. تعالي تعالي من جنب. بس 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 طب خلاص خلاص أنت مع... هي معايا. هي متضايقة. لا أرجع؟ تعالي 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 بس بس بس. توترت، هي توترت. بس خلاص 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 خلاص. أمشي؟ أمشي. لا خلاص هي متوترة، مفيش داعي نوترها. خلاص يا نونا نوترها. بس فاقت اهي، كانت عايزة تنام اديها فاقت. خلاص عارفة توترت من الشوز. قالها صوت الكعب بيضايقها. لا 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 هي بس عشان الله الله الله، دي رفعت لي ايديها. معموسة ليه ده؟ انت صورتي معايا بره، انت قالوا لك انا خدتها على حجري، هي ما رضتش تقعد. اي نعم يعني قامت على طول يعني. انما يعني انا حاولت يا يعني. سلام يا سلام. طيب عايزه ايه؟ انا الحقيقه بشكرك جدا 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 لوجودك النهارده معانا يا اوسه. ميرسي يا حبيبتي، انا اتبسطت جدا معاكي. ميرسي قوي لوجودك كوين، ميرسي جدا لوجودك برضو، نورتينا ودينا فرفشناها لك اهي شويه. وعلى وعد اللقاء الجاي بقى ان شاء الله هنكون عندكم في السيرك ان شاء الله باذن الله. ميرسي قوي. ميرسي يا حبيبتي. دي كانت فقراتنا النهارده، بعد الفاصل الفقره الطبيه، ونشوفكم ان شاء الله بكره على خير.